الفيديو اللي فات انا والضوبين كنا دخلنا لواحد المساحه نكتشفوها من بعد جافاستا وما عرفناش شكون ورا الدار. لقى الباب محلول ودخل رول لينا كلشي ورس كلشي وما خلى والو. واليوم غادي نكتشفوا شنو غادي يوقع. كده بخير غبرش يا صاحبي. وياه تانا مشاكل طراو لينا اصلا العظيم. انا من ذاك النهار ما تصرتش ليا صاحبي وتفك والو تعقدت صاحبي كما كتشوف يا ولات حال تاع حاله. ما بقى عندنا والو ما عندنا باش نمشيو ما عندنا حتى شي حاجه. واحد دافوس فينا هو خلينا نخرجوا نشوف اش غيدير. نحاولوا نجمعوا شي لعيبات نقلبوا على شي دار على ما غيجي دافوس قلبوا على راسنا صاحبي. ها واحد الروك دريك انا هادي انا هذا ما عرفتش هذا خليه خليه الصاد نحتاجوه من بعد نقلبوا على راسنا. فراسك عندي واحد الجريفن دابا نقدر نمشيو اي بلاصه بغينا. ثلاثه في الجريفن دابا الصاد غادي نطيرو ونشوفوا شنو غادي نديرو الصاد. القي ديالي ما بانش ليا في هاد البلاصه نعيشو هنا صافي نقلبوا اخي نمشيو شي عالم اخر نخبروا عليهم. ضروري ضروري منها نيت نكتشفوا شي عالم اخر. اوكي صرنا عليه صوت كسرنا عليه دافوس. ما فراسك شنو واقع اخي راه جمع علينا دي فاسطو. انا كاين في البلاصه صوت لي بنينا شحال هذا دابا معايا الدوبين. دابا انا جاي ما تبانو تخونا تعطل. انا دوبين انا جيش انا جيش ماشي صون عليا صون عليا صوت دافوس نف والله يلا صون علي قال لي دابا نرجعوا فين وقع ديك المشكل. صافي سير ما نمشيوش للمعلمه صافي. طلع نمشيو الصاد يكون شي حاجه صافي. راح ناخذ الدوبين وصلنا الصاد قلت لك دافوس راه كاين هنا الصاد من الداخل واش كاين في الدار. واو السلام عليكم. والله عليكم السلام كي داير اخويا خبرتي عليك كي داير كي خليتو شي حاجه تكون زينه علاش ماك مشيش هادشي مشيش هادشي كي ولا دابا نتوما دخلنا عليكم بالله لابسين الدروع لابسين سلاحات عندكم وخونا جا دارها فيكم ما فهمتش اش واقع. بغيت نعرف اش واقع. دابا شوف شوف اسمع انا حيتاش دابا انا عندي ليدي عارف شكون غادي يدير هذا حيتاش خونا حل فافيه وحل فافي دونك عارف هادشي شكون غادي يديرو. راك عارف شكون 98% عارف فوالا واش هو نيت دونك سمع. هو نيت دابا اش دار. دابا حنا انا وياه خرجنا من هاد البلاصه نمشيو نصيدو ياك المهم نجيبو ديناصورات وديك اللعيبات نفارميو. نسينا الباب محلول فهمتي خونا ما عرفتش كان كيدور هنا ولا ما عرفتش كيفاش دار. عندك البيكاكس لوح لي هذاك البيكاكس عندك شي سلاح تما عطيني شي سلاح. عندي عطيني سلاح قرطاس عطيني قرطاس. ما كاينش قرطاس اش قرطاس. اوكي اي كمل خليت الباب محلول. خليني الباب محلول شنو وقع كاع شنو وقع. ها هي انت اللي ناعس كيفاش انا اللي ناعس شحال جاي ندير لك حنا نحضيو كلشي واحد الدار ما قالش لك انا حضيني. ولا اخويا حنا حضينا حنا بنينا الصور كنتو قداش راه حضيو لك الباب هادشي اللي بقى. وسد الباب فين قاري فين تعلمتي هاد الطوبيم اللي مكلف بالبيبان. اسمع طوبيم شنو السبب دابا هاد اللي مشى لينا شكون الفوتي فيكم طوبيم. لا دا اشرف علاش نقول لك شوف دافوس طوبيم من الاول الصاد ما حملش يدخل معانا كان خايف. كيفاش؟ لا اسمعني اسمع هي تاهي شاد الفتنه. اسمعني البلان دابا هو كان حالف فيا وفيك فهمتي لقى البلاصه ما عرفتش كيفاش داير لقى البلاصه ما عرفت فهمتي والله ما عرف كيفاش لقى البلاصه. من بعد جا ملي جا البلاصه راه يمكن الى رمى السيفور ولا الروكيت الله يتفر كاع اخي. واش دابا نتوما معانا ولا ضد معاه؟ مع غانا والله ما معك حتى واحد. انا معاك حنا معاك شير شيبك. انا معاك اصاحبي واش ما كناش معاك وهربنا ما نساوك حنا واش شوف 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 من الاخر هاد الدار غادي يجمعوها داكشي اللي بقى غادي يجمعوه غادي نقلبوا على بلاصه اخرى. اللوت غادي يطبروا عليه ماشي شغلي. هذاك اللي مشى ليه اللوت غيتحمل المسؤوليه ديالو غيجيب اللوت الصاله تاع عمر صالح. طوبيم اخوان انا شوف لا ما عندي منين غنجيو نخدموا تيم ولا نفرتكوا هادشي حيت علاش نخدموا تيم انا ما نقدرش نجمع لكم داكشي كامل فهمتي حيت هذاك اللوت اللي انت من نهار بدينا السيرفر وانت كتجمع فيه وانت عاوتاني وانا راه فراس مالي غريفن الصاط انا معجب. شوف سمعني عندي واحد الميسيون خصني نمشي نقضيها فيت فياك وزيد. المهم هادشي اللي دار خونا ما غاديش تبقى فيه ياك. اهم حاجه هو قد لي الدروع والسلاحات هذه هي اهم حاجه عندي. خدموا على الدروع لقاو بعدا طرفين غادي نجلسوا نسيكيوريزيوها الدروع السلاحات. شوف
غادي يبان لي شي واحد مشى فيها، خونا غادي يجبد دارو فين ما كانت وغادي يمشي عندي. انا غادي نمشي عندي ميسيون، غادي نمشي نقضيها ياك. نتوما راه عطيت لكم الميسيون ديالكم اخوان، باغي بلاصه جديده سيكو، ما تجيبش ليا عمره تقابي، بلاصه زوينه فين نقدروا نتخباو، غابره ما كايناش ما انا رايش قبل نسدوا اخي شو شحال قبل نسدوا. اسمع اسمع دافوس دافوس اوكي، ولكن ملي غادي تسالي الميشن حيت غنحتاجو ما وارد بزاف، حيت هاد البلاصه ملي كنا كنقادوها انا واشرف راه خدات لينا وقت بزاف في جوج ديال ماشي مشكل ماشي مشكل، حاولت تكون معنا باش نقادو. حنا الفكره اللي عندنا وهو انه نقلبو في شي شي عالم اخر من العوالم، فهمتي؟ حيت هاد البلاصه صافي مكشوفه وتفرشات، دونك غنقلبو على شي بلاصه اخرى. من بعد انت كمل الميشن ديالك، كمل اش عندك، من بعد خلط علينا صافي. نحطو لك البات راه ما عندي والو، ما عندي، اعطيني شي طير، اعطيني شي حاجه طير. هذاك هذاك الروك تريك هذا اللي بقى عندنا، ما تعرفش السوق بهذا، ما تعرفش لا اش عارف ليه اش عارف ليه على حسب تعلم فيه صافي سير تعلم بحال لك دوز بيرمي سير بيرمي ديال الروك تريك. يلا الله يعاونكم، انا جاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مصيبك حلم يا داز. وييه انا ري دافوس البوس ما عندنا ما نديرو هادشي اللي كاين. انت السباب خليتي الباب محلول ودي انت علاش اش انت كتركب فوق الكريفن وكتجري؟ انا شوف انا ما مكلفش بهذا الشيء انا الباب كذا كيف حليتي سدي انت راك عرفت تصنع على جنب، انت راه صنعتي لي سلاح حطو الفوق شكون حطيتيه؟ وييه هي شتي راك صنعتي هذا الشيء هذا وما تحطيش الباب اصاحبي. دابا قول لي عرفتي غنخليو هاد البلاصه هكا، من بعد غنمشيو نقلبو على شي بلاصه اخرى. الا لقينا البلاصه غادي نجيو ناخذو هاد الفونديشن كامل ونمشيو نبنيو بالله. داكشي صافي داكشي اللي كاين صافي. قول لي شي رقم، قول لي شي انا سبعة يا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة جات في هادي مشى. عاود اختار شي رقم اخر. سبعة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. يا فين صفتينا الميكروب؟ والله انا راه نشك فيك تصيفطني لشي عالم. لا بلي ديكشي د الموف كاش من هاد اللون اصلا خطير. انا يلا سيتي يلا يلا نسافروا نبقى ما عندي والو، ولكن هاد لي فونديشنز خصنا نرجعو نجمعو مع عاوتاني، ولا لقينا شي بلاصه بعدا الا لقينا شي بلاصه نسكنو فيها هنايا. المهم الله 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 مدخلنا للثلج انت ولا مالك؟ راه نموتو هنا اصاحب. واو 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 دراري شتي شي مورو اجي جي فرك فرك طحت انا في الماء اش في الماس مش طلع انت مشكله انا طالع انا كنطلع لا لا ممكن نموت عندي باش نسخن. لقيت واحد الباب ها لقيت واحد الباب خطير لف والله انا دخلت واحد البلاصه خطيره الصاد ويستنى قلب طريق قلب طريق الصاد قلب طريق ما عرفتي هذاك البيتراك ما غنحتاجه بزاف صافي. انا وصلت لواحد البلاصه فاش واحد البلاصه انا كاين المعبد ديال البيتراك اصلا وحق الله بحال شي معبد الصاد حاطين واحد تمشال تمشات البيتراك نعطيك حتى شي اش ها 0606 نمرتك هادي والله الا 0606 ايه على البلاصه كي دايره شنو هاد البلاصه مسروعه صح صاد صافي نتوكلوا على الله من هنايا. صافي بلون كي جاك هذا المعبد هنا بقاو جيرونا بطريقه الصاد فهمتي بلاصه هربانة اجي تشوف اجي تشوف. ولكن عرفتي راه هادي غادي نحتاجوا فيها اللباس ديال سميتو ديال اش ديال البرد ديال البرد البرد انا دايرها طاقيه فهمتي كافيه انا الصاد. الدراري غادي تسمحوا لنا غادي نسحبوا دابا حاليا غادي نمشيو نبداو نفارميو. المهم غنجمعوا الموارد كاملين الفارم والميتال كل شيء ديك الساعه غادي نوريكم النهائيه ديال البيت. يلا الدراري تهلاو ليا فراسكم. واخيرا الدراري هذه اخر حاجه نديروها بعد ما بنينا هنايا كما كتشوفوا انا والضوبيم لقينا هذه البلاصه وقديناها فهمتي ردينا هكا وهنايا كاينين البلايص اللي ناضين هنا البلايص الخطيرين هنايا فين مخبيين العباد ديالنا وهنايا لتحت كاينين سناد اخرين قاويين ما فيهم والو وفي كنعسو الصاط يعني هنا كاينين البطاريق خصنا نقتلهم باش ما يبقاوش تسد هاد البلاصه كامله يعني حتى ما يعرف بلي كاين هنا موارد داكشي ديالنا يعني حتى الا بغاو يشفرونا ولا شي حاجه ما يلقاوش كيفاش ولا خوتنا كيفاش ما عندهم والو يكونوا مخبيين هادشي فشي اخر ولا شي حاجه ما يسحبهم واش كاين هادشي لتحت يعني غادي نقلبو معنا الضوبان دافوس خصو يجي يشوف هادشي الصراحه يعجبو الحال خلينا داكشي اوتوماتيك زعما الا درنا داكشي مانيوال الدراري راه غادي ما نقدروش نحلوا الباب كاين نديرو نحلوا الباب من هنا ما يمكنش يعني دابا ندخل غادي تسد داكشي اوتوماتيك المهم
يعني الخطا اللي درنا ذاك النهار ما غاديش يتعاود ياك الضوب. الخطا اللي درت الخطا اللي درت شي نتايا فهمتي صحح شي ده عاودتني انا الخطا اللي كنا درنا كنا دايرين ذاك الباب مانيوال اصلا كنسدوه حنا بيدينا دابا غادي يولي تسد اوتوماتيك يعني يشوفنا دخلنا هو يسد الباب يشوفنا خرجنا هو يتحل الباب وغادي يسد الباب. المهم هادشي اللي كاين الدراري خصنا نستناو دابا الدافوس يجي يشوف هادشي.